أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله وسع كل شيء رحمة وعلما وتدبيرا نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم كان شره مستطيرا سبحان من لم يزل عليا كبيرا سميعا بصيرا لطيفا خبيرا عفوا غفورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على عبدك ونبيك محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل وسلم عليه ما لاحت الأنوار وغردت الأطيار وأورقت الأشجار وأينعت الثمار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان اليوم يوم العيد زينة أعيادنا نحن المسلمين التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر شعار المسلمين الله أكبر شعار المسلمين يدخل المسلم صلاته في كل يوم 5 مرات بهذه الكلمة يدخل المسلم صلاته في كل يوم 5 مرات بهذه الكلمة العظيمة يؤذن المسلم للصلاة كل يوم 5 مرات ويفتتح آذانه بهذه الكلمة الله أكبر الله أكبر يقيم المسلم لصلاته كل يوم 5 مرات يفتتح إقامته بهذه الكلمة الله أكبر الله أكبر وإذا ذبح المسلم ذبيحة سمى الله وكبر وقال بسم الله الله أكبر الله أكبر شعار المسلم في كل حين إذا دخل المسلم المعركة أو حربا من الحروب كانت الصيحة التي تملأ قلوب الأعداء فزعا وخوفا هي صيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر هي زينة العيد فكبروا الله وقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا عمار المساجد أنتم ضيوف الرحمن أنتم ضيوف الرحمن في بيوته أنتم تغبطكم الملائكة عندما يقول لهم رب العزة يا ملائكتي انظروا إلى عبادي كيف يتنافسون في الطاعات والقربات أنتم يا عمار يحسدكم الموتى وهم في قبورهم عندما يناديهم الملك بإذن ربهم يا أهل القبور من تحسدون اليوم فأجيبون نحسد أهل المساجد في مساجدهم فطوبى لكم أيها الإخوة والأخوات في الإيمان طوبى لكم صمتم لله البارحة وأفطرتم وأحييتم ليلة العيد عندما صليتم العشاء والفجر في جماعة وقمتم لحضور سنة العيد في مسجدكم هذا أنتم يا عمار بيوت الله لكم تعد الجنة نعيمها بإذن ربها حين يقول لها يا جنتي تزيني لعبادي واستعدي لضيوفي فقد أوشكوا أن يستريحوا من الدنيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيلا يا عمار المساجد أما غيركم ممن ختم الله على قلبه بات ليلة العيد في الرذيلة يذبح الفضيلة فهو لا يزال غافلا ونائما في فراشه لحد الساعة
يهول الشيطان في أذنيه: ما أسعدكم يا عمار بيوت الرحمن فقلوبكم حية كما أحييتم ليلة العيد. مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فعندما تموت القلوب تكون قلوبكم حية إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، لقد وفقك الله وأنعم عليك فأعددت لعيدك السعيد، فأحسنت إلى أهلك وأطفالك، أكسيتهم الجديد وأطعمتهم اللذين، ووصلتهم بالعطف والحنان. تبارك الله في أهلك وقرابتك ورزقك ومالك وصحتك. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، وأنت تحسن إلى أطفالك، هل فكرت أن هناك أيتاما فقدوا آباءهم وأصبحوا لا عائل لهم رحمات إخوانهم المحسنين؟ وأنت تحسن إلى زوجتك، هل فكرت في الأرامل اللائي فقدن أزواجهن؟ هل فكرت في المطلقات ويتاماهن كيف دبروا أمر عيدهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. إذا ضحك اليتيم نادى رب العزة: من أضحك هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة وهو أعلم، والله أعلم، فتقول الملائكة: إنه فلان ابن فلان. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أفعلن له كذا وكذا، لا أعطيه كذا وكذا. وإذا بكى اليتيم نادى رب العزة: من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة: إنه فلان ابن فلان. فيقول الله: أشهدكم يا ملائكتي لأفعلن به كذا وكذا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة والأخوات، في عيد الأضحى الذي هو نسك من الأنساك، لا يقتصر فقط على ذبح الخروف وزيارة الأهل والأحباب، رغم أن هذه الأعمال مطلوبة، ولكن في العيد أهداف نبيلة ومعان سامية، وذلكم التضحية بالغالي والنفيس من أجل الله عز وجل، مثلما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ضحى بنفسه وعرض نفسه للنار. لكن إرادة الله فوق كل إرادة، تدخل بقوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وضحى بولده إسماعيل عندما رأى رؤيا في المنام، ورؤى الأنبياء حق ووحي، ولم يعترض على الله، ولم يقل: يا ربي لماذا، يا ربي كيف، مثلما متى، يا ربي متى، كما فعل بنو إسرائيل مع موسى حين أمرهم أن يذبحوا بقرة، فأخذوا يسألون: ما هي، ما لونها، أتتخذنا هزؤا؟ لكن إبراهيم استجاب لأمر الله عز وجل، وذهب إلى ابنه ودار بينهما حوار، فقال له كما حكى لنا القرآن الكريم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان جواب الشاب الذي تربى في بيت النبوة والذي نشأ على الطاعة: لا رادك لما أمرك الله به وهو أحكم الحاكمين، فبادر بتنفيذ القضاء، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يبارك الله عز وجل في رزقه وأن يبارك ماذا يفعل؟ فليصر رحمه. لهذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك. إياك أن تشارك إنسانا عاقا لأبويه، إياك أن تشارك من كان قاطعا للرحم. هذه السنة أيها الإخوة مدعاة لرفع الواصل، وسبب لذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة والشعور بالمحبة. فلا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، لا سيما إذا كان الهجر يوم العيد. فالعيد أيها الإخوة فرصة للتصالح مع الله ومع أنفسنا وإخواننا المسلمين. فقبل أن نذبح الأكباش، لا بد أن نذبح ما في قلوبنا من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والشحناء، وإلا ستكون من الخاسرين الذين خسروا فضل هذا العيد. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما أجمل هذا اليوم، لو كان المسلمون فيه متحدين ما أهناه، لو كانوا فيما يرقي النفوس متعاونين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فليس العيد أيها الإخوة لمن تمتع بالشهوات ولبس الثوب الجديد، ليس العيد لكذاب غشاش يسعى بين الناس بالفساد والإيذاء. هيهات هيهات أن يحظى بالقمع. العيد لمن خاف يوم الثلاث، إنما العيد لمن اتقى مظالم العباد. أيها الإخوة والأخوات بالإيمان، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصلت الصلاة بصلاة العيد، والنحر بنحر الضحية، وأمره أمر لأمته على الخصوصية. فحمل أبو حنيفة الأمر على الوجوب، وحمله الأئمة الثلاثة على السنية، واتفقوا على أن المجزئ من الإبل ما استكمل خمسا من الأعوام، ومن البقر والمعز ما تم لهما سنتان بالتمام. واكتفى الإمام أحمد من الظأن ما مضى عليه ستة أشهر كما هو في الكتب مقرر ومنصوص. وكبروا الله في أيام التشريق عقب الصلوات، أيام التشريق أيها الإخوة بالإجماع هي ثلاثة أيام، ولكن الخلاف الذي فيه من أين يبدأ أيام الشريق؟ هل يبدأ من يوم العيد أم من الغد؟ واش 10/11/12 ولا 11/12/13؟ أيام الشريق باتفاق العلماء فيه ثلاثة أيام، الخلاف من أين يبدأ؟ هل يبدأ من يوم العيد أم من ثاني يوم العيد؟ واش 10/11/12 ولا 11/12/13؟ وكبروا الله في أيام التشريق عقب الصلوات. والتكبير أيها الإخوة، فهذا اليوم يوم التكبير، وكذلك في أيام التشريق، عندنا تكبير مطلق وعندنا تكبير مقيد. التكبير المقيد عقب كل صلاة نكبر ثلاثا، حينما يصلي الإنسان الفريضة مع الجماعة أو وحده، عندما ينتهي من الصلاة يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاث مرات. هذا التكبير المقيد. أما التكبير المطلق فيكبر في أي وقت شاء، يكبر. وكبروا الله في أيام التشريق عقب الصلوات. ومن جاء من طريق فليرجع من أخرى لتكثر لكم الشهادات. وصلوا الأرحام. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وعنه أيضا قال: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبله
فإنه لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. اللهم يا رب ربنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك السعيد نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا افتح لهم فتحا مبينا احفظهم بحفظك التام وكلهم بعينك التي لا تنام انزلهم بملائكة مصوم من العذاب. اللهم يا رب احفظ أولادنا. اللهم احفظ أولادنا. اللهم احفظ أولادنا صلحاء فضلاء علماء. اللهم ارزقنا الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد. واحفظ نساءنا. اللهم احفظ نساءنا. اللهم ارزقنا السر والحشمة والحجاب يا رب العالمين. اللهم أعنهن على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر. اللهم يا رب أعنهن على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر. مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم يا رب عجل بشفائهم. اللهم رب الناس أهي بالبأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. المحسنون الذين يحسنون إلى أهل المسجد اللهم يا رب احسن إليهم. اللهم يا رب احسن إليهم. اللهم يا رب اغف عليهم ما انفقوا. اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا. اللهم اجعل البركة في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اجعل البركة في أوقاتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين واغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأصهارنا ولمن أوصانا وأوصانا بالدعاء ولأرباب الحقوق علينا ولإلينا ولمن أسأنا إليه ولمن أسس هذا المسجد وصلى فيه وأذن فيه وعلم فيه وتعلم فيه وخطب فيه وقام على صيانته وإقامته وتنظيفه وقام على صيانته وإقامته وتنظيفه وقام على صيانته وإقامته وتنظيفه ونظر إليه بإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد.